ايوه شكرا. انا جاي في الطريق اهو. لا يا عم صح اهو، بس الكوتش زحمه، المواصلات زحمه شويه. جاي جاي يلا. سلام عليكم، معاكم عمر عصمت. طبعا كلنا متعودين ان الشوك هو اللي بيكون قاعد على الكرسي ده، بس سمع ان هو بقى بريزدنت والظهر لعب معاه وبقى يتنك علينا وقعد يشيل النضاره ويحط لي نضاره. فانا النهارده هكون معاكم في اول حلقات اي بي اس اف ماست تي في للجمعيه عفريه. معانا اخبار كتير جدا ومش عايزين نضيع وقت، هنروح مع اول تقرير عن اي بي اس اف ماست ديليجيشن اللي في الكونجرس دلتا اللي عامله قلق كبير قوي هناك. هنشوف التقرير ده ونرجع نكمل مع بعض تاني. Give me! 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 هو ار ولا هو ار وي؟ احنا على الهوا يا بيه. طيب اوكي. شكرا جدا للتقرير، هنروح فاصل دلوقتي حالا وهنرجع نكمل مع بعض تاني. ولا ايه؟ ما تجيب لي مكنه الخلايا بتاعتك كده احلى بيها عشان مش لاقي مكانتي. استنى بلاش، انا مش لسه قايله لك ان الايدز بتنقل عن طريق ان الواحد ياخد مكنة حلاقة التاني، واكدت عليك في الكلام دوت عشان ننبه كل الشباب. يا ريتك سمعتني، ربنا يستر عليك. بعد الفاصل احنا معانا اتصال هاتفي دلوقتي مع سعاده السفير احمد السويفي اللي بيكلمنا من بره. الو سعاده السفير معايا؟ الو الو ايوه. سعاده السفير معاك عمر عثمان من اي بي اس اف مصر. انت سامعين واحد من المعادين دول؟ معقدين ليه كده يا فندم؟ اللي احنا يعني حتى عاملين شغل كويس المفروض. شغل عالي بس طلع على دماغي في الاخر. طيب حضرتك ممكن تحكي عن مغامراتك كده معانا؟ مغامراتي يا اخي شكرا. طيب سعاد سفير، بس احنا على هوا تمام يا ريت. بس تمام، اتفضل. فاضي لك انا بقى وانت فاضي ومتصل بيا وانا في فرنسا عشان تسمع مغامراتي في ارض الفراعين. لما الاقي واحد يقول لي معلش انا عندي محاضره اورجانيك، والتانية تقول لي سوري انا عندي محاضره مايكرو، والتالت يقول لي معلش بس هو احنا هنقعد قد ايه عشان عندي محاضره ميديسنال 2 دلوقتي حالا. طيب طبعا انت عارف يعني ايه ميديسنال 2. طيب برضه بنحب نشكر طبعا كل الدكاتره اللي ساعدونا في الانترفيو، دكتور وائل توكل ودكتور حمزاوي ودكتور محمود عبد العاطي ودكتور حنان. شكرا لكم، دايما متعودين كده لما يكون انتوا سبورت تماما للجمعيه. ونحب نشكر ونبارك طبعا لكل السيرفرز اللي هيسافروا، نقول لهم الف مبروك ليكم، وان شاء الله تبقوا صوره مشرفه لنفسكم ولجامعتكم واللي بي سي اف كله. سنه ورا سنه نجاحها بيبتدي من هنا. ده كان شعار الاورينتيشن دي في بي اس اف مصر. معانا فاطمه مراسلتنا من هناك هتكلمنا اكتر عن الموضوع. اتفضلي يا فاطمه المايك معاكي. شكرا عمر. معاكم فاطمه شعبان النهارده من قلب الحدث. اول ايفنت لينا السنه دي الاورينتيشن داي بتاعنا، والشمس طالعه وشويه رايحه وما بتطلع وهنسمر كلنا، بس يلا مش مشكله. وبرده على فكره الطرح ما بتتلفش وغلسه جدا، بس برده ما علينا. يعني اي بي اس اف مصر بقى هنعمل ايه النهارده؟ اليوم فعلا حلو جدا. هنشوف بقى اليوم حلو ازاي. معانا اول واحده هتتكلم معانا عنه ساره محمد اورجنايزر معانا. يا ساره ازيك؟ عامله ايه؟ اهلا، ازيك؟ اليوم عامل ايه النهارده؟ الحمد لله اليوم جميل والناس مبسوطه قوي. و ايه الطرح بتتلف ولا ما بتتلفش ولا غلبتك ولا الواحد اللي اتغلبت يا جماعه؟ قدام المرايه عشان الف الطرحه بس. طيب تمام، بسيطه، انا قعدت اكتر بسيطه الحمد لله. طيب واليوم ممبرز مبسوطين النهارده؟ مبسوطين الحمد لله كويسين. طيب تمام، ما تندهلنا حد النهارده نشوفه كده معانا. ولا انت من 10
ازيك عامله ايه؟ الحمد لله تمام. انا فاطمه، انت اسمك ايه بقى؟ نورهان محمد. ازيك يا نور عامله ايه؟ سنه كام يا نور؟ اولى. طيب ايه عرفتينا ازاي بقى النهارده؟ من على الفيسبوك، وبعد كده جيت سالت في مدخل صيدله، كان في ناس على الانفو ديسك، وسالت عن البتاع، سالت على الجروب يعني، كنت متحمسه دي جدا وسجلت اسمي وجيت النهارده حضرت. لا منورانا يا نور ومبسوطه معانا في اليوم النهارده جدا. لعبتي فاير بينجو؟ لعبت. ايوه خرجتي في الاول على فكره، انا شفتها عادي على فكره ما تفرقش. طيب وان شاء الله هتكملي معانا؟ ان شاء الله، وكمان نفسي اكون عضو في اكون ممبر معاكم واكمل معاكم ان شاء الله. تفضلي معانا كده كمان لغايه اما تتخرجي وتيجي تتكلمي بقى زي الناس اللي كانوا معانا النهارده دول. ماشي، شكرا يا نور. باي باي باي. طيب ودي كانت الفيدباك بتاعت اليوم بتاعنا النهارده الاورينتيشن داي، وان شاء الله يكمل حلو وكلنا EPSF MUST ان شاء الله يبقى حلو. واضح انه جميل، اتمنى الناس كلها تكون استفادت منه. طيب احنا وصل لنا فيديو للاستوديو عن الاورينتيشن داي اكتر، هنروح نتفرج عليه نستمتع مع بعض كده. بدأنا من سنين. ايه نبقى ايجابيين؟ ممكن نبقى مختلفين؟ منعرفش ازاي. والجديد عندنا هنا. هنعرف ازاي نحلم، ازاي نتعلم، ازاي نقول. شوية طموح، صبر، تعب، وأمل. خرجنا. كل واحد فينا الورد شفنا الدنيا بشكل مختلف. كنا عايزين نبقى أحسن؟ هي اللي جمعانا دايماً. فضلت ساعدتنا. حتى لو بعدنا مش بننساها. على بالنا في كل مكان. بتصبرنا كتير. مدرسة بنتعلم فيها. الحياة قبلها حاجة وبعدها حاجة تانية خالص. في كل مكان صورة واحدة يطلب منها وأحلم فيها كلنا. إحساس إنك وسطنا تحس إنك في بيت مليان دفى. أصل أجمل ما فينا كل واحد فينا. اتفرجنا زي بعض. بس مش كلنا بنفضل على القمة دايما. في فرق بين اللي بيتفرج على نجوم وفي اللي بيوصل لها. في ناس بتجري ورا الشهرة وناس الشهرة هي اللي بتجري وراها. في واحد عايش لنفسه وفي واحد بيعلمك إزاي تعيش. في واحد بيغني وغيره بيكتب أغنية. طيب كفايه كده رايح شويه، نطلع فاصل ونرجع نتكلم مع بعض تاني. يا جدعان حد يشوف سندوتش ولا اي حاجه؟ طيب انتوا رايحين فين يا جدعان؟ خدوني معاكوا. طيب لا يا عم معيش فلوس، روح. بسرعه قبل ما حد يجي. بتعمل ايه؟ ايه ده منين؟ بتعمل ايه؟ يعني احنا عاملين الاسنتات دي كلها وانت برضو بتاكل؟ بتعمل ايه؟ شايف مجدي؟ عايز تبقى زيه؟ طب ثانيه، احنا عاملين ايه في صحتي وقعدنا نحكي عن السكر وي 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 وانت برضو لسه بتاكل؟ براحتك. طب انا جعان. طيب اعمل ايه؟ استنى خد الخوخه دي. ايه ده؟ خوخ؟ دي ورقة. هتعرف اكتر مني؟ كل كل والله جميلة. تردي حتة؟ لا، يبقى نزل صور الايفنتات. حاضر هنزل. نروح نشوف صور ايفنت البي اتش ونرجع نكمل تاني. حسب الله. سلك حاجه والله العظيم كنا صايمين في الدكه مرحم، جايب لكم بقى فاضيه اصلا يا عم. كنا قعدنا شلنا كوبايتين شاي وخملنا اكل حلو وظبطنا الدنيا. طيب رجعنا تاني يا جماعه، هندلوقتي نخش على الاس ار ساينتفك ريسيرش. السنه دي عملنا 3 دايمنشن اوف ساينس كبروجكت جديد. احنا كان الفكره كلها ان احنا نغير المفهوم بتاع البحث العلمي. بس 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 تعالى انا افهمك بقى. لا يا حبيبي هفهمك. انا مش هفهم يا بابا، هفهمك. انا مش مصور. يلا عم صورت. ايه دي القرف اللي انت فاكره؟ هكلمكم عن 3 دايمنشن. بدانا البروجكت ان احنا عملنا اوبننج، حضر الدكتور محمد السعداني نائب رئيس الجامعه، وادانا سيشن بسيطه عن البحث العلمي ومفهوم البحث العلمي عموما. بعد كده كملنا بيت البروجكت، عملنا سيشن بيتكلم عن البرزنتيشن سكيلز، تجميع الداتا وايه المواقع المقصود منها. تيمات قسمنا وعمل كومبتيشن ممتازه، كل تيم اثبت نفسه، وفي الاخر تيم واحد هو اللي كسب، وبكده انتهت اللوكال كومبتيشن وانتهى البروجكت. خلاص بقى كده؟ خلصنا يعني؟ ممكن بقى يلا عشان المحل اكل عيش. يلا يا حبيبي ما تحرقليش. ربنا هستناك بره. لو راجل تطلعش. نايم. هنطلع فاصل؟ معلش يا جماعه بس رايح اشوف الموضوع ده وارجع لكم تاني. خير مننا. قشطه قشطه.
قطعت بره. نكمل مع اخبار البي دي. احد مرسلين راح واتكلم مع ميس زينس رمضان شيب بيرسون وبي دي بي سي في مصر. هنروح نشوف اللي حصل ونرجع تاني. ويكسبوا ثقة المريض، بياخدوا بيشنت كونسلنج ازاي فن التعامل مع المريض، والكلينيكال سكيلز الدراج دراج انتراكشن وشوب اناليسيس اللي هي النولج القويه والمعلومات اللي يقدروا يفيدوا بيها البيشنت ويكسبوا ثقة المريض. تاني جزء هو جزء الاورنس، جزء الفيدباك، ان احنا بنفهم الناس قد ايه دور الصيدلي مهم في المجتمع ومفيد، وان احنا ميديكال كلنا ميديكال ستاف، الدكتور والصيدلي والنيرس كلنا بنكمل بعض عشان في الاول وفي الاخر احنا بنخدم البيشنت وهدفنا هي مصلحه البيشنت. شكرا يا ناس، انا اكون فهمت فكره البروجكت. نرجع لعمر في الاستوديو. والله ده كان حلو، والله ده كان جميل، لا عجبني. مبروك يا ناس بجد على الشغل الحلو ده. طيب احنا دلوقتي معانا حاجه مهمه، هي حاجه مفاجاه بس فعلا ما كانش ينفع حاجه تتعمل او تتعرض من غير ما يعرض حاجه زي كده. هنروح نشوف المفاجأة اللي احنا محضرها لكم كلكم ونرجع نكمل تاني. تتخانقوا لي مع بعض ليه بس؟ استنوا، ده ضحكة واحدة ممكن تحل شكلكم. بص البكرة تتحل مشاكلك في ثانية، زي ما قالوا اضحك تضحك الدنيا. ضحكة واحد مكسوف معزوم على الفطار، ضحكة واحد لرئيسه بس اضطراب، ضحكة صفرة على نكتة كانت بايخة، ضحكة بنت حلوة من حب دايخة، ضحكة لو خبطت العربية سقطت في الكلية نسيت الهدية، ضحكة لما تبص في تليفونك ويحمر لونك قال ايه مخبية، ضحكة بالقلب هتعلي
ما كانش ينفع حلقه تكمل من غير ما نشكر الناس دي، من غير ما نشكر كل ممبر، من غير ما نشكركم انتوا، انتوا اساس الكيان ده، انتوا اساس اللي بيثبت ان احنا كل سنه بنبقى اقوى من السنه اللي قبلها. شابوه لكل الناس اللي اشتغلت في السجون الدوليه، كل الناس اللي اشتغلت في كل ايفنت اتعمل من اول السنه لغايه دلوقتي ولسه اللي هيتعمل بعد كده. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، اتمنى نكون وصلنا لكم فكره اي بي اس اف ماست، وصلنا لكم كل البروجكتس اللي احنا عملناها. شكرا، اشوفكم الحلقه الجايه. سلام. فانا معاكم في اول حلقات اي بي اس اف ماست تي في، اي بي اس اف ماست اون فلايم. شت عملتها حلو مرات. مش هتيجي تخبيك. مخبيها. بس رجلك باين. معانا اتصال هاتفي. هاتفي. يا جدع حرام عليك. حرام عليك يا اخي. كان بيحصل السنة اللي فاتت عشان انت برضه ما كناش بنفهم حاجة. بس مش هفهمك. انت مش فاهم بقى اقعد يا كلب. الموقع اللي بنستخدمه عشان نعمل بس ما تعرفنيش بس ان ممكن اعيد مرة تانية كمان عشان ايه؟ جايب لي كوباية فاضية. ماشي. هنبدا دلوقتي عن السيدة عن واحدة وشغالين مع بعض في كل ايفنت ايفنت باي ايفنت الفيتال. يلا يا صاحبي ميدو صاحبي يلا يا بيه. وبعد كده سمات بحرقك يا اكل يا اخي من البتاع. بعد كده قسمنا تيمات كل تاني مش كاملة. وبعد كده قسمنا تيمات يخرب بيتك يولع التيمات عليك. يعني خلاص كده شرحت كده للناس وعرفت لا مش كات انا اللي اقول كات مش انت لو سمحت اذا حاول بيصور اقول له ان شكت يا راوي بس كده بس متخيله ان اللي انت بتعمليه ده بيتصور. لا يا خالد كات كات محتاج انا اللي اقول كات انا اللي بقول كات ايه اللي انا اللي بصور مش انت انا بصورك انت. طيب استنى انا اللي حاطط خطه انا اللي اقول يلا علي صوت. هو احنا قلنا اول جمله ايه بقى؟ ايوه اللي ده كده ساعديني. ايوه احنا انها بتقولي حته حلوه كده اقولها تاني بس انا مش فاكره كده. عيشي بقى حلوه. طب يعني اعمل لك ايه؟ بس هي غلطانه انها ساعدت تصدقي. احنا بنهدف ل خلاص بص هناك يا ابني انت ولا الصوت الصوت مش عارفين نصور. تعالى يا كيرو ساعدني تعالى. يلا يلا بينا. بسم الله. Egyptian Pharmaceutical Students Federation. Since 1982, pharmacy is our passion.